الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم أمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. ما زلنا في شرح الكتاب الرابع من كتاب صحيح الإمام العلم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، في الباب الرابع والثمانين، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. معنى هذا الباب هو الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. يعني منذ عهد ليس ببعيد ما كانش فيه الحنفيات والأشياء دي، كان الناس بيتوضوا من الإناء، من الإناء، وكان بيأخذ بيده غرفة اللي هي مقدار اليد الواحدة، وكان بيستعملها في الإيه، في المضمضة والاستنشاق وهكذا، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، غرفة واحدة من ماء، وغسل بها وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق من غرفة واحدة. أخذ الماء فمضمض ثم استنشق. على الأغلب أن هذه كانت المرة الواحدة. قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، والأولى فرض والثانية والثالثة من السنة. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، يعني غسل بها بعد ما غسل وجهه، خذ الغرفة من الماء هكذا ثم أضافها ليده، ثم غسل بها وجهه الشريف، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ مثلها من غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه. مسح برأسه، العلماء في خلاف كبير جدا في مسح الرأس. مسح برأسه في هذه الرواية يعني مسح رأسه عامة هكذا ذهابا وإقبالا، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، مسح بها رأسه في هذه الرواية. لكن يجوز مسح نصف الرأس، ويجوز مسح كمان إيه، أجزاء من الإيه، من الأمام، مثل الشافعية يقولون ذلك، ويجوز المسح على العمامة، والعلماء لهم في خلاف مفصل في هذه الأمور. وبالتالي الأخت لو بتتوضى مثلا في برة، في الأماكن اللي برة واحتاجت إلى الوضوء، ممكن تمسح من تحت الحجاب، ولو طرف مقدمة الإيه، مقدمة الشعر، والحجاب نازل قوي، ممكن تمسح على الإيه، على الحجاب في تفصيل الإيه، العمامة، وهذا كلام معلوم عند الشافعية. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث يبين جواز غسل الوجه مرة واحدة. تعرفين الفرائض إيه هي الفرائض في الوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يعني قصدتم، وقصدتم يعني نويتم، يبقى أول حاجة الإيه؟ إنما الأعمال بالنيات. فاغسلوا وجوهكم، الأول غسل بعد النية، غسل الإيه؟ الوجه، وبعدين أيديكم إلى، وبعدين امسحوا برؤوسكم، وبعدين وأرجو لا، مش كده؟ وإحنا نقرأ في حافظة بالنصب، يعني بالفتح مش النصب حاجة تانية. وأرجو لكم، مش كده؟ وأرجو لكم، في رواية أخرى وأرجو لكم عطفا على برؤوسكم، وأرجو لكم، يبقى كام؟ نية، غسل الوجه، غسل يدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الإيه؟ الكعبين، وإيه؟
والترتيب والتوالي، مش كده؟ هذه الفرائض. ما زاد على ذلك اسمه ايه؟ سنن، اسمه سنن. والعلماء كانوا يعني يقولوا من باب لطائف العلم، يقول ان الماء لابد ان يكون فيه اوصاف ثلاث اوصاف، الا يتغير لونه. وعشان كده النبي كان بياخذ الايد بالماء بايه؟ بيده، وكانه ينظر ايه فيه، مش كده؟ والا يتغير طعمه فبيتمضمض بيه، والا يتغير ايه ريحه فاستنشق. اتاكد ان الماء سليم، يبدا في الايه؟ في الوضوء، بغسل الايه؟ الوجه، بغسل الوجه. يبقى جواز غسل الوجه او الفرائض مره ايه؟ مره واحده. طبعا الاذنين فيها مشكله، غسل الاذنين او مسح الاذنين فيها مشكله. العلماء بعضهم قالوا انها سنه، وده جمهور اهل العلم. الاوزاعي الفرض لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الاذنين من الراس. فهنا حصل الخلاف عند الايه؟ عند اهل العلم. الشافعي كيف بيسميها في هذا الموضوع؟ سنه. الاوزاعي فقط الذي قال انها من الايه؟ من الفرائض. من الفرائض. يبقى يجوز غسل الايه؟ العضو الفرد مره ايه؟ واحده. اما الغسل الثانيه والثالثه ايه؟ سنتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحكم في جميع الاعضاء، حتى في السنن، في المضمضه. المضمضه في الاصل سنه، والاستنشاق والاستنثار في الاصل سنه. الاستنثار يعني اخراج ما دخل في الايه؟ في الانف من الماء. طيب حتى ولو فعل هذا، هي سنه، لو فعلها مره واحده يجوز كذلك. كذلك الجمع بين المضمضه والاستنشاق بين ايه؟ من غرفه واحده. مش اخذ غرفه واحده صلى الله عليه وسلم واستنشق، ثم تمضمض ثم استنشق واستنثر بها؟ وهذا الكلام حجه عند الايه؟ الشافعيه، كما افاد العيني في شرحه للبخاري. الامر الثالث وجوب مسح الراس. وجوب مسح الراس، وقلنا الخلاف معلوم، اما كلها واما جزء منها. فهذه من الامور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناخذ من هذا الحديث امر مهم جدا، هو التيسير، التيسير على العباد في عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وده اصل لنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. تيسير امر مهم جدا، فلا تتشدد في شيء، إنما اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم كان مثالا يحتذى في التيسير دائما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما حراما فهو أبعد الناس عنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.